النادي الأهلي طبعا بكرة مباراة مهمة، مباراة قوية، كل عشاق النادي الأهلي وكل طبعا بيشجعوا الكرة المصرية بكل تأكيد يعني بيدعوا للنادي الأهلي بالتوفيق إن شاء الله. مباراة إذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا قدام نادي الوداد المغربي، إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي، ربنا معاه ويقدر إن هو يحقق نتيجة كويسة تريح الفريق بقى في مباراته اللي جاية اللي هتكون في المغرب إن شاء الله. من ضمن الاستعدادات بقى الأمنية، عندنا رجال الأمن قاموا ببروفة في استاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلي والوداد المغربي، وكل طبعا يعني النواحي الأمنية واللوجستية، فهتبقى المسألة إن شاء الله سهلة وميسرة لدخول الجماهير ومؤمنة عشان ما يكونش في أي خروج عن النص إن شاء الله. معانا بقى ونتكلم بقى على الناحية الفنية ومباراة بكرة وأهميتها بقى والخطة المتوقعة، كل التفاصيل الفنية دي نحاول نسأل فيها الناقد الرياضي أستاذ بليغ أبو عايد. مساء الخير يا استاذ بليغ. مساء الخير، اهلا بيك يا استاذه لبنى. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك، دايما مداخلاتك معاكي بوشها حلو قبل يا ماتش ربي الترجي، كان لينا مداخله معاكي كده وكان في توفيق يا رب تكمل على خير. يا رب ان شاء الله. طيب يعني قول لي انت شايف ماتش بقى بكره ان شاء الله هيبقى عامل ازاي؟ قد ايه هو مهم؟ قد ايه هو حرج؟ حتى يعني نادي الوداد كان معايا الناقد الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوي، وكنت بساله هو مين بالنسبه لك كان يبقى افضل نقابله يعني في النهائي، فما كانش ابدا بيفضل يعني الوداد المغربي، كان شايف الترجي هيبقى احسن. بس على كل يعني انت شايف ازاي المباراه قوتها او صعوبتها عامله ازاي؟ طبعا النادي الاهلي ونادي الوداد هما افضل فريقين بلا منازع واستحقوا عن جداره الوصول الى النهائي. النادي الاهلي زي ما شفنا كلها كان اداؤه غير جيد في دور المجموعات، لكن باعتراف كل المدربين اللي هم شاركوا بعد كده قال لك انه النادي الاهلي انطلاقه ثانيه ليه مغايره تماما، قدم مستوى متميز في بعد ما تخطي دور المجموعات، وكل المدربين كانوا بيرشحوه للفوز بالبطوله، وكان اغلب التوقعات تصب ان هو هيلاعب بطل جنوب افريقيا. لكن الوداد المغربي قدم مباراه جيده رغم تعادله، لكن هو استطاع هناك التعادل 2-2 ويتاهل للنهائي ليواجه الاهلي للمره الثانيه على التوالي. طبعا زي ما احنا كنا عارفين ان النادي الاهلي تاهل السنه اللي فاتت للنهائي وقدر بعد كده يواجه الوداد في النهائي، لكن خلفه التوفيق او خانه التوفيق في مباراه كان لها ظروف اخرى. لكن المره دي في حال النادي الاهلي بيمر بافضل حالاته البدنيه والفنيه، النادي الاهلي السنه دي مع المدير الفني كولر قدر ان هو يوصل بالمستوى الفني للعيبه الافضل فترات. تمام. في نهايه الموسم، لكن تلقي النادي الاهلي في افضل قمه، في افضل قمه للياقه البدنيه والفنيه. مجموعه الصحف المغربيه النهارده بتتكلم عن المثلث الرعب الهجومي بين الشحات كهرباء بيرستاو، افضل خط وسط في النادي الاهلي سواء حمدي فتحي او معاه ديانج، افضل خط ظهيري جنب عندك محمد هاني وعلي معلول. علي معلول طبعا كان حتى الشناوي هيغيب. الشناوي يعني غياب الشناوي يا استاذ بليغ. طبعا يعني لاي مدى يعني اصل الشناوي بالنسبه لنا ده يعني طبعا مع كامل الاحترام للجميع بس الشناوي هو امان، بس يعني المهمه هتكون تقيله على مصطفى شوبير، يعني اداؤه السابق ده يؤهله او شايف انه لا ممكن ان شاء الله يبقى قدها وقدود في ماتش بكره؟ هو مصطفى شوبير الماتشين اللي شارك فيهم كان ظهر بمستوى جيد، وخلي بالك تقارب خطوط النادي الاهلي وهتدي برضه يعني افضليه لمصطفى وهتدي له طمانينه. يعني تمام. النادي الاهلي في افضل حالاته، فاعتقد انه ممكن تكون المباراه دي كمان بدايه مولد لحارس عملاق ان هو الكابتن. صح، زي ابو جبل يعني دايما بتبقى في فرصه كده. شفنا ابو جبل مثلا كان الناس كلها بتتكلم عنه في البطوله الافريقيه ازاي صحيح. ممكن هو يكون يعني ممكن يكون البطل الحدوته كلها سواء هنا او هنا. ان شاء الله يا رب. النادي الاهلي طبعا هنا بيلعب على الارض وسط جمهوره 50,000، اعتقد ان النادي الاهلي سيسعى لان هو يحقق فوز كبير باستغلال عامل الجمهور وعلى الارض والحاله الفنيه المرتفعه للعيبه عشان يقدر يعمل نتيجه تساعده ان شاء الله في مباراه العوده على تحقيق الفوز. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يفرحونا يفرحوا مصر كلها. ناقد رياضي استاذ بليغ ابو عايد بشكرك شكرا جزيلا.